بهذه النوعية يتزود المواطن بكل من ولاية تيباز وغرب الجزائر بمياه صالحة للشرب من محطة تحلية مياه البحر بفوكا. المحطة هي ذات سعة 120 ألف متر مكعب يوميا. اليوم كل محطات في الجزائر وهي 11 محطة تسير بنفس العملية وهي عملية نفس التقنية وهي عملية التناضح العكسي أو the reverse osmosis. ماء العذب لازم يكون فيه بعض الخاصيات، ومنها الخاصيات هي الأملاح المعدنية تكون تعقيم. يعني في هذه المرحلة احنا نعطوا الخاصيات اللي لازمة للمياه باش تكون ملاح صالحة للشرب. يقوم عمل هذه المحطة عبر ثلاث مراحل، والتي تشتغل بتقنية التناضح العكسي، أين يتم تطهير ومعالجة 45% من المياه المأخوذة يوميا وإرجاع 55% إلى البحر بعد التأكد من سلامتها. كل هذا تحت أعين المراقبة الدقيقة لكوادر جزائرية. لازم نوفر الكمية والنوعية، لازم الماء اللي نبعثه للزبون أو المستهلك لازم يكون بالكمية الكافية اللي هي في العقد، وثانيا في العقد هناك ثانيا النوعية. أزيد من نصف مليون نسمة يتزودون بالماء من محطة فوكا. هذه المحطة الحيوية تعززت مؤخرا بورشة للصيانة لتسعين من المئة من المعدات والمحركات. قدرنا دوكا نلبيو 91% من حاجيات الصيانة تاع لوزين اللي خلاتنا نكونوا أوتونوم. دور هذه المحطة يظهر جليا في توزيع المياه ب17 بلدية بولاية تيبازا التي كانت تعاني، والتي ستعرف تحسنا بعد السنتين القادمتين حين ستنطلق محطة فوكا 2 والتي ستضخ 300 ألف متر مكعب يوميا.